الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي اصطفانا للإيمان. الحمد لله الذي خصنا بالإسلام. الحمد لله الذي جعلنا أمة مرحومة. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من أحب الطاعات إليه، في ساعة من أحب الساعات إليه، جمعنا لنذكره ونشكره ولنكون في ساعتنا هذه من أهل رحمته. نسأله تعالى أن نكون في ذلك كله من المخلصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فإن الله سبحانه وتعالى قد حدثنا في القرآن الكريم عن صور كثيرة للمكر، عن صور كثيرة للدهاء، عن صور للإفك وتغيير الحقائق، حتى إن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا إن بعض المكر وإن بعض الإفك لشدته كاد أن يزيل الجبال، تلك الجبال الراسخات، تلك الجبال التي جعلها الله تعالى في الأرض أوتادا. حدثنا الله تعالى أن بعض المكر كاد أن يزيل الجبال. قال سبحانه وتعالى وهو يعبر عن هذا المعنى: وقد مكروا مكرهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، يعني عند الله العلم بمكرهم، وعند الله العلم بدسائسهم، وعند الله تعالى عاقبة أمر مكرهم على ما يشاء. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أيها الأحبة، عاشت بلادنا الحبيبة، عاشت بلاد الشام، بلاد الأمن، بلاد الخير، بلاد الأنبياء والأولياء، عاشت هذه البلاد 6 سنوات عجاف، عاشت سنوات تلاعب فيها أعداء الدين وتلاعب فيها أعداء الأمة والوطن بعقول الناس، فتنوهم عما كانوا عليه من أمن وأمان ووسطية وإيمان. صور شتى لهذا المكر، ذكاء ودهاء ربما يكون الأقوى في تاريخ الإنسانية كلها، استخدمت فيه كل وسائل التأثير، كل الوسائل التي يمكن أن تغسل عقول الناس، أن تغسل عقول الشباب، أن تقود الناس إلى الخطأ، شاءوا أم أبوا، أن تجعل أبناء الأمة يتورطون في عدائهم لأمتهم، في عدائهم لأمتهم وشعبهم، شاءوا أم أبوا، كل ذلك من خلال صور من المكر استخدمها الإعلام الفاجر الكاذب وجيشت لها قنوات عبر مراحل متعددة من هذه المؤامرة الكبرى. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ذلك في أحاديث جاءت فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحذرنا، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتن كقطع الليل، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا. ويل للعرب
من شر قد اقترب، فتن كقطع الليل، يبيع الرجل ويبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هذه الفتنة وعن أشباهها، يتحدث عما يكون من غسيل العقول من قيادة الناس من خلال المكر والدهاء والذكاء، يقول صلى الله عليه وسلم: تأتي على الناس سنون خداعة. إذن هناك سنوات سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سنوات خداعة، خدعت الناس، غرت الناس، قادت الناس إلى الفتن. تأتي على الناس سنون خداعة. ما صفة الخدع والخديعة في هذه السنوات؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، كأنك تنظر إلى ما تعيشه الأمة اليوم من مكان بعيد، كأنك تنظر إلى هذه الفتن التي أضحت كقطع الليل، يمسي ويصبح الناس فيها حيارى، وقد مكر بهم عدوهم، وقد استغلهم أعداؤهم وقادوهم إلى تخريب بلادهم، إلى تدمير اقتصادهم، إلى تدمير بنيانهم، حتى أصبحت البلاد الحبيبة الجميلة خرابا ودمارا. خرب البنيان، وقبل تخريب البنيان خرب الإنسان. أوقعت العداوة بين الناس، أوقعت الفتنة والشحناء بين أبناء الوطن الواحد، بل بين أبناء البيت الواحد، بين الإخوة الذين هم من أم وأب واحدة، أوقعت الفتنة بينهم، وجرى ما جرى من فتنة كبرى، ومرت على الأمة الأكذوبة الكبرى في تاريخ الإنسانية التي تسمى الربيع العربي، الربيع الذي جاء بالدمار، الربيع الذي جاء بالخراب، الربيع الذي اعتدى ليس فقط على البنيان والإنسان، بل اعتدى على نقاء الأديان، شوهت الأديان، وأصبح يسوق بين الناس صور وعبارات وأفكار عجيبة غريبة. أغرب ما فيها أن ينسب الظلم والقتل والعدوان إلى الدين الذي أنزله الله تعالى رحمة للناس. وإن كنا نعجب من كل ما يجري من حولنا، ولكننا نعجب أشد ما نعجب من صورة ذبح الناس وقتل الناس والاعتداء على أعراض الناس تحت شعارات الإسلام: الله أكبر، لا إله إلا الله، الدولة الإسلامية المزعومة. نعجب أكثر ما نعجب من ذلك التشويه الممنهج المقصود لكل ما ينتمي إلى دين الرحمة، دين الحق، دين الإسلام، من أجل أن يطفئوا نور الله. ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره. القتل أيها الأحبة، الهرج الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الهرج الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى فقال: هو القتل والكذب، القتل والكذب. واليوم نشهد هذا المشهد، مشهد الهرج، كذب تضج به وسائل الإعلام المختلفة، وقتل ودماء تسيل على أرض الوطن على شكل مل الناس من إحصائه ومن عده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن حرمة الدماء، ولما حدثنا عن حرمة النفس الإنسانية، قال فيما أنزل عليه في القرآن الكريم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. انظروا أيها الأحبة إلى هذا التشديد في حرمة النفس،
هذا التشديد الذي تساهل به الناس، هذا التشديد الذي للأسف أراد الله تعالى أن يجعل حرمة النفس الإنسانية أعظم وأشد الحرمات، ولكن الناس جعلوها اليوم أسهل ما يكون مما يعتدى عليه، أسهل ما يكون مما يضيع ويفرط فيه. من قتل نفسا، ومن إعجاز تشريع الله، من إعجاز خطاب الله تعالى لهذه الأمة، أن الله تعالى جعل النفس هنا منكرة. ما قال الله تعالى من قتل مؤمنا، ولا قال من قتل مسلما، ولا قال من قتل حليفا لي، ولا قال من قتل متحالفا ومتحزبا معي، وإنما قال تعالى من قتل نفسا. فاحترام النفس التي خلقها الله، احترام خلق الإنسان الذي ورد في بعض الآثار أنه بنيان الله، هو الذي يحذر الله تعالى منه مهما كان انتماء هذا الإنسان ومهما كان دينه. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أيها الأحبة، هي سنوات خداعة، وهي مؤامرة كبرى، ولو أننا قرأنا التاريخ جيدا لفهمنا أن أعداء الأمة الذين عاشوا في زمنهم الغابر وفي أيامنا هذه يتربصون بها، عاشوا وهم يفكرون كيف يمكنهم السيطرة عليها، إما من خلال الاستعمار العسكري المباشر أو الاستعمار الفكري، أو من خلال إضعاف كل مقومات الوجود الموجودة بين أيدينا، تدمير الجيش، تدمير الاقتصاد، بث الفتن الطائفية بين أبناء الأمة، كل هذا أيها الأحبة ليس إلا لمصلحة أعدائنا، ليكون التمكن من قيادة هذه الأمة، من تسييرها، من أخذها إلى حيث يريدون، أمرا سهلا ممكنا. لو أن قرأنا التاريخ القريب والتاريخ البعيد لفهمنا أن قوة الأمة وأن قوة الوطن لا يكون إلا بوعي أبنائه ثم بوحدة أبناء الأمة. لقد كان آباؤنا وأجدادنا أكثر وعيا منا، لأنهم كانوا أقدر على المحافظة على وحدتهم الوطنية، كانوا أقدر على المحافظة على أوطانهم، وكانوا أعظم فهما للمؤامرات التي تجري من حولهم. ولكن ربما يعذرنا وربما يعذر الذين تورطوا في هذه الفتنة السوداء العمياء أن وسائل الإعلام الشيطان الجديد في هذا العصر، الدهاء والذكاء الذي حيكت به هذه المؤامرة، ربما لم يكن موجودا في ذلك الوقت على الشكل الذي وظف في هذه المؤامرة. هي سنوات خداعة، وهي فتنة كبرى، تورط فيها من تورط، ومرت هذه السنوات والناس غافلون عن ما يمكن أن تأتي وأن تمضي إليه عاقبة الأمر. اليوم ونحن ننظر إلى سوريا الحبيبة، ونحن ننظر إلى وطننا الذي أصبح على هذه الحال، التي للأسف دمر فيها بأيدينا ولم يدمر بأيدي أعدائنا، خربنا بيوتنا بأيدينا ولم تخرب بأيدي أعدائنا، قتلنا إخواننا بأيدينا ولم يقتلوا بأيدي أعدائنا. بعد كل هذه السنوات التي مرت، وبعد كل هذه الفتنة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفها، وقال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي وردت عنه في أخبار الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل تدع الحليم حيرانا، تدع الحليم حيرانا. صاحب العقل، صاحب الفكر، صاحب القدرة على التخطيط يكون حيران، كيف يكون المخرج من هذه الفتنة؟ كيف نستطيع دفع هذه المصائب الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والفكرية التي تعرضنا لها؟ يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه من كتاب الله تعالى،
يحدثنا عن معنى ينبغي اليوم أن نستحضر هذا المعنى بعد أن شعرنا وأدركنا حقيقة المصاب الذي صنعناه بأيدينا. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف عباده المؤمنين، يقول الله تعالى في وصف عباده المتقين، يقول الله تعالى في وصف عباده الذين أحبهم لهذه الصفة التي يذكرها الله تعالى فيهم، يقول: إن الذين اتقوا. الأتقياء، هل الأتقياء هم الذين لا يخطئون؟ هل الأتقياء هم الذين لا يذنبون؟ هل الأتقياء هم الذين لا يقعون في الفتن؟ ربما يكون الذنب ويكون الوقوع في الخطأ قدر إنساني قدره الله تعالى على الإنسان منذ آدم عليه السلام، ولكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، الفرق بين أهل التقوى وغير أهل التقوى، هو هذا الذي يصفه الله تعالى في هذه الآية لما يقول: إن الذين اتقوا. ما صفتهم؟ إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا وقعوا في أمر مما لا يرضي الله عز وجل، والشياطين منهم شياطين الإنس ومنهم شياطين الجن، إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا انقادوا وراء الفتنة، إذا انقادوا وراء الخطأ، إذا تورطوا في الفساد والدماء والقتل والتخريب، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن الفارق بين المؤمن وغير المؤمن، الفارق بين أهل التقوى وغير أهل التقوى، هذا المعنى الدقيق الذي يذكره الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. واليوم، اليوم هو يوم التذكرة، هذه الساعة هي ساعة التذكرة، هي الساعة التي تنادي فيها سوريا أبناءها، ينادي الوطن أبناءه جميعا: عودوا إلى وفائكم لوطنكم، عودوا إلى وفائكم لأمتكم، عودوا إلى حضن الأم التي هي الوطن. أيها الأحبة، كل شيء في هذه الدنيا يمكن أن يعوض، ولكن الأم لا تعوض. من فقد أمه لن يجد بعد الأم أما، ومن فقد وطنه لن يجد بعد الوطن وطنا. من فقد أمه لن يجد بعد أمه أما، ومن فقد وطنه لن يجد بعد الوطن وطنا. هذا الوطن على ما قد يكون فيه مما لا يعجبك، على ما قد يكون فيه من الأخطاء، على ما قد تتعرض فيه أحياناً إلى شيء من الظلم أو تتعرض إلى شيء من عدم الإنصاف، ولكن دائماً تذكر أن علاقتك بالوطن هي علاقتك بالأم، هي علاقتك بالأب، وفي النتيجة لن تجد خيراً من وطنك. السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد أيها الأحبة أصدر مرسوماً يقر فيه العفو عن كل من تورط من أبناء هذا الوطن بحمل السلاح، عن كل من تورط من أبناء هذا الوطن واشترك في هذه المؤامرة بعلم أو بغير علم. وهذا عنوان هام أيها الأحبة: من الناس من تورط بعلم وكان مأجوراً وقد اشترته وسائل التخريب ودول التخريب وعصابات التخريب، اشترته بالمال وباع وطنه وباع دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعرض من الدنيا قليل. ومنهم من ظن أنه يحسن صنعا، ومن ظن أنه يشارك في مشروع من أجل تغيير وإصلاح في هذه الأمة. يصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم هذا المرسوم بالعفو عن كل من تورط بحمل السلاح، عن كل من تورط بمحاربة الدولة، عن كل من تورط بتخريب بلده، عن كل من اعتدى على وطنه وعلى أمن وطنه وعلى أرض بلاده.
هذا العفو أيها الأحبة يأتي اليوم مع انتصارات الجيش العربي السوري التي يحققها في حلب وما حولها، ليكون هذا النداء عفوا، وليكون هذا النداء تذكرة لمن بقي في قلبه وفي وجدانه ذرة من حبه لوطنه، لمن بقي في عقله وفي وجدانه ذرة من فهمه لهذه المؤامرة الكبرى. يعلمنا التاريخ أيها الأحبة أن الحرب الأهلية التي يتقاتل فيها أبناء الوطن الواحد، التي يتقاتل فيها أبناء الأمة الواحدة، هذه الحرب لا يوجد فيها منتصر وغالب، الكل فيها خاسر، الكل فيها خاسر، الوطن خاسر وأبناء الوطن يخسرون، من اشترك فيها خاسر ومن لم يشترك فيها خاسر. عندما يتقاتل أبناء الوطن الواحد سنكون كأبناء العائل الواحد الذين يتقاتلون على إرث بينهم، وهذا التقاتل سيجعلهم جميعا في ميدان الخسارة وفي ميدان الضياع. الوطن للجميع، والوطن يجب أن يصحح علاقته مع أبنائه كلهم، الوطن يجب أن يصحح علاقته مع أبنائه كلهم، ليكون الوطن أبا وأما على الحقيقة لكل الأبناء. هذا المرسوم هو بداية هذه الخطوات إن شاء الله. عفو عمن حمل السلاح، عمن تورط، وهذا العفو أيها الأحبة هو نداء من الوطن، هو نداء من الأم، هو نداء من الوطن الذي يحب أبنائه، هو نداء من الوطن إلى أبنائه الذين يحبونه للعودة إلى هذا الوطن والدفاع عن الوطن، بدل من أن نكون عنصر من عناصر تخريب هذا الوطن. أيها الأحبة، كما قلنا المؤامرة كبيرة، وكما قلنا الفتنة رسمت بذكاء ودهاء، اشتركنا جميعا فيها، اشتركنا جميعا فيها بعلم أو بغير علم، ويجب أن نعلن أننا جميعا نحتاج إلى توبة وإلى تذكرة، كما أمر الله سبحانه وتعالى لما قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ينبغي أن نتذكر جميعا، ينبغي أن نتنبه جميعا، ينبغي أن نعود جميعا إلى ما كنا عليه من فكر ومحبة بين أبناء الوطن جميعا، لأننا نستشعر أننا ربما نفقد الوطن فنكون قد أسأنا إلى أنفسنا أكبر إساءة يمكن أن تكون في تاريخنا. مرسوم ينادي كل السوريين، وأنا من هذا المنبر أنادي باسم السوريين جميعا، الوطن ينبغي أن يكون أكثر رحمة مع أبنائه كلهم، وأبناء الوطن ينبغي أن يستجيبوا لهذا المرسوم، ينبغي أن يستجيبوا لهذا العفو. وكل من تورط بحمل السلاح نقول له نحن السوريين: آن الأوان لأن تسلم سلاحك، آن الأوان لأن تترك القتال العبثي التخريبي الذي لم يجدي شيء ولم يقدم شيء ولم يظهر لنا على أرض الواقع غالب ومغلوب، وإنما أظهر لنا دمارا وخرابا وتشريدا، أطفال قتلوا ونساء ترملوا وشباب هاجروا واقتصاد انهار، ودين أيها الأحبة وإسلام أيها الأحبة أصبح ألعوبة في وسائل الإعلام وألعوبة بأيد الذين يخططون لشر هذا العالم. المرسوم ينادي، والوطن ينادي، وأبناء الوطن ينادون، كل من حمل السلاح، كل من يشترك اليوم في هذا القتال العبثي التخريبي، أن يسلم سلاحه وأن يعود إلى حضن الوطن. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم اجعلنا من الذين أبصروا الحق، اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الحق، اللهم استعملنا في قول الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله العظيم. Thank you.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأستغفره وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وإني داع فأمنوا. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا واصطفانا وجعلنا من عباده المسلمين. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا سبحانه وتعالى. يا ربنا لك الحمد، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد يا حنان، لك الحمد يا منان، أنت خلقتنا وأنت هديتنا وأنت رزقتنا. اللهم كما أنعمت علينا فتمم، اللهم كما أنعمت علينا فتمم، اللهم كما أنعمت علينا فتمم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلاة دائمة كاملة تجعلنا بها عندك من المقبولين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها عندك من المحبوبين. يا ربنا يا الله، يا ربنا يا كريم، نسألك سؤال المفتقرين إليك، نسألك سؤال الضعفاء بين يديك، نسألك سؤال العبد الذي ما له حيلة إلا أن يلتجئ إليك. يا رب ضاقت بنا السبل، يا رب سدت الأبواب، اللهم لا حيلة لنا ولا قوة لنا ولا طاقة لنا ولا تدبير لنا. يا من له الأمر والحيلة والقوة والتدبير، يا من عنده مكرهم، يا رب إنهم مكروا بنا وإن مكرهم عندك. يا رب اللهم اجعل عاقبة مكرهم خيرا لنا، اللهم اجعل عاقبة مكرهم خيرا لنا، اللهم اجعل عاقبة مكرهم عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أمنا وأمانا وخيرا وبركة وعافية وعاقبة خير. يا رب اجعل لنا في بلادنا، اجعل لنا في أوطاننا، اجعل لنا في أهلينا، اجعل لنا في أنفسنا عاقبة خير ورشد. اجعل لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا قرة عين وخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تلهم أبناء الأمة جميعا، اللهم ألهمنا جميعا خير ما تلهم به عبد. يا رب أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح أمراءنا وأصلحنا يا رب العالمين. اللهم ألهم الشاردين، اللهم ألهم الشاردين الذين اعتدوا على أمن أوطانهم، اللهم ألهم الشاردين الذين اعتدوا على دماء أبناء وطنهم، اللهم ألهم الشاردين الذين تورطوا في تخريب هذه البلاد، ألهمهم توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم اجعلهم من الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نسألك يا مولانا عاقبة خير ورشد في بلادنا وأوطاننا وأنفسنا، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله، وتقبل منا يا مولانا، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.